السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصطفى أمان. النهاردة بقدم لكم أول فيديو لي على القناة، أقدم لكم من خلاله حل سحري لمشكلة ناس كتير بتتعرض لها في حياتها العملية أو الحياة اليومية العادية. طيب، إيه هي المشكلة دي؟ أغلبنا وأنا أولكم مش معاه غير لغة أو لغتين، ودرجة إجادته لها مش قوية. تمام، انت وانت في شغلك ممكن يجيلك ايميل بلغة اجنبية ومحتاج ترد عليه، او لو انت بتستخدم احد تطبيقات المراسلة لبرامج التواصل الاجتماعي واحتجت انك تتكلم مع حد اجنبي، او حتى كنت مسافر لبلد اجنبي ومش فاهم لغة اهلها. في اعتقادك ايه هي الحلول اللي قدامك علشان تتعامل مع المواقف اللي قلناها؟ هترد عليا وتقول بسيطة، افتح اي مترجم واكتب فيه اللي انا عايزه، واخد الترجمة نسخ واعمل لها لصق وابعتها للشخص اللي بكلمه. هقولك ماشي، انا معاك، بس مش كل ده وقت ومجهود زيادة عليك. هتقولي هو في حل تاني؟ هقولك اه، في حل تاني اسهل واسرع بخطوة واحدة بس. هتقدر ترد على اي اجنبي باي لغة هو بيتكلم بيها عن طريق الموبايل بتاعك. طيب ايه هو الحل ده؟ الحل بسيط. شركة جوجل عاملة تطبيق لوحة مفاتيح اسمه Gboard. من أهم مميزات التطبيق ده إنه بيمكنك من مخاطبة أي حد بأي لغة بيتكلم بيها. يبقى ميزة التطبيق إنه بيمكنك من مخاطبة أي حد بأي لغة هو بيكلمك بيها. تعالوا بينا ننزل تطبيق Gboard على الموبايل، وطريقة استخدام الميزة المهمة دي اللي هتساعدنا وتوفر علينا الوقت والمجهود. أول حاجة هنعملها هنفتح جوجل بلاي. ومن خانة البحث هنكتب كلمة Gboard أو Gboard بالعربي أو الإنجليزي أي حاجة. هيظهر لنا التطبيق في نتيجة البحث، هنختاره وندوس على انستول أو تنزيل. طبعا التطبيق هياخد وقت التنزيل والسيت اب على حسب سرعة النت عندك، وعلى حسب كمان سرعة الجهاز بتاعك. بعد ما التطبيق ينزل على جهازك هتفتحه، وهننفذ مع بعض خطوات تفعيله على الموبايل كالتالي. أول نفتح التطبيق، هندوس على Enabling Settings، وهنختار تفعيل لوحة المفاتيح، نقول له اوكي. هنا بيخيرنا او بيقول لنا ان احنا نختار طريقة اللي هندخل بيها او نكتب بيها. هنقول له احنا عايزين نعمل عملية الكتابة من خلال تطبيق Gboard، نختار Gboard. هنا بيطلب مننا ان احنا نديله الصلاحيات اللي هو عايزها، هنقول له allow، وفي الآخر هنقول له ضم. طيب،
كده احنا نزلنا التطبيق على التليفون بتاعنا. ازاي بقى استخدم التطبيق دوت في تجاوز المشاكل اللي احنا قلنا عليها؟ طيب هنتخيل مع بعض ان انا سافرت مثلا في بلد أجنبية وليكن إنجلترا، وطبعا اللغة الإنجليزية بتاعتي مش قد كده أو مش موجودة تماما يعني. طيب وأنا محتاج أروح لعنوان معين وحابب إن أنا أسأل أي حد ماشي في الشارع إن أنا عايز أوصل للعنوان ده، أتعامل مع الموقف ده إزاي؟ كل اللي هعمله إني مثلا هفتح تطبيق وورد من على التليفون، وهشوف كأني هكتب حاجة. الأول هدوس على الثلاث نقط اللي جنب بعض دول وقوله understand، هو بيقولي طبعا اسحب واعمل القاء للي انا عايزه. هنختار ترانسليت، هضغط عليها واسحبها لفوق جنب النقطتين او الثلاث نقط اللي فوق دول، ماشي. بعد كده هدوس باك عشان لوحة المفاتيح تطلع لي. تمام، هنا هختار على الرسمة أو الأيكون بتاعة الترانسليت ديت اللي فوق، وهقول له إن أنا عايز أترجم للغة، يعني هاجي عند كلمة إنجليش ديت واختار اللغة اللي أنا عايزها. طبعا جوجل حاطة لغات كتير جدا، اختار اللغة اللي أنا محتاج أترجم ليها، ماشي، وهكتب اللي أنا عايزه بالعربي طبعا. مرحبا أنا اسمي مصطفى، أريد أن أذهب إلى شارع النصر مثلا، يعني انا مش عارف اذا كان في لندن فيها شارع اسمه النصر. بس انت لو لاحظت انا بكتب بلغة العربية. طبعا هتلاقي او هتلاحظ فوق ان الكلام اترجم فوري باللغة الانجليزية طبعا اللي احنا مختارينها. هتوري التليفون بتاعك للشخص اللي انت وقفته عشان تسأله بلغته، وهتديله وهو هيرد عليك طبعا. طبعا هيختار لغتك اللي هي العربية وهيكتب لك اللي انت عايزه، وهتلاقي الترجمة ظهرت على طول بلغتك انت العربية. هو هيكتب الانجليزي، هيختار الانجليزي لغته الادخال. الاوتبوت هيبقى طلع لك باللغة العربية، فانت هتقرأ وهتفهم هو رده كان ايه. طبعا دي احد المواقف اللي انت ممكن تتعرض لها، وطبعا الطريقة دي تقدر تستخدمها مع برامج التواصل الاجتماعي بنفس الطريقة. هتكتب بلغتك اللي انت عايزه وهيظهر للطرف التاني على طول بلغته هو. طبعا انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. كان معاكم مصطفى امان، وأتمنى يكون الفيديو أضاف لكم معلومة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.